للحديث أكثر حول أهمية زيارة سمو ولي العهد للولايات المتحدة ينضم إلينا الزميل سالم الشوبكي رئيس تحرير بمركز الأخبار. أهلا بك سالم. أهلا بك بسام. إذن زيارة كانت يعني ناجحة بجميع المقاييس الدبلوماسية، ولكن كيف تقرأ أنت هذه الزيارة ودلالاتها التي حملتها لقاءات سموه مع كبار المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم بالطبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ بكل تأكيد بسام، بداية تحية للسادة المشاهدين. دلالات كبيرة ومعاني كثيرة حملتها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولقاءاته في طبيعة الحال مع فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مايك إسبر. لعل من أبرز تلك الدلالات هي الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين يحظى بهما أو تحظى بهما مملكة البحرين لدى عواصم صنع القرار، وذلك راجع إلى الحاكمية الرشيدة التي تنتهجها مملكة البحرين في إدارة البلاد والقفزات الكبيرة والوثبات الكبيرة على صعيد الحريات والديمقراطية والاقتصاد، وأيضا إلى تعاملها مع الملفات الدولية والأحداث والقضايا الدولية، تعاملها الحصيف والحكيم مع هذه الملفات ومشاركتها الفاعلة في إرساء أسس السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. أضف إلى ذلك أخي بسام رسالة المحبة والسلام والتعايش التي تحملها مملكة البحرين على عاتقها، والتي يعني تبينت من خلال العديد من المبادرات والعديد التي يعني تحمل هذه الرسالة السامية من قبل مملكة البحرين. ولعل الخبر الذي تصدر النشرة في هذا المساء دليل على ذلك، وتأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن ينعم بضرورة أن ينعم العالم بالسلام العادل والشامل الذي يضمن ديمومة التنمية المستدامة. نعم، لا شك سالم، يعني هي حفاوة كبيرة استقبل بها سمو ولي العهد في واشنطن. أيضا لو أردنا الحديث عن العلاقة البحرينية الأمريكية، ما أهمية هذه الزيارة على مستوى تطوير العلاقات وتعزيزها بين واشنطن والمنامة؟ نعم، قبل الحديث عن هذه العلاقات وربما في نفس الإطار تأتي، أقول إن صورة العلاقة الأمريكية البحرينية والتقدير الأمريكي لدور البحرين تجلت بشكل واضح وكبير في حفاوة الاستقبال من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة صاحب السمو الملكي وولي العهد، حيث قال فخامة الرئيس الأمريكي أن سمو ولي العهد صديق شخصي له وأن مملكة البحرين صديقة للولايات المتحدة. أكد الرئيس الأمريكي أيضا أن الولايات المتحدة ستظل دائما إلى جانب البحرين وأن مملكة البحرين ستظل دائما إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. هذه رسائل هامة يبعث بها البيت الأبيض إلى العالم أجمع بأن هناك رؤى مشتركة، هناك وحدة بالمواقف، هناك عمل مشترك لتعزيز الأمن والسلم الأقليميين والدوليين. بالتأكيد زيارة صاحب السمو ولي العهد أكدت على مدى متانة ورسوخ وعمق العلاقات البحرينية الأمريكية في جميع المجالات وعلى كافة الصعد، والسعي الدؤوب من قبل الدولتين من قبل مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والولايات المتحدة بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب. هناك سعي دؤوب ومتواصل ومستمر في طبيعة الحال للوصول بها إلى آفاق أرحب وأشمل وأوسع وبما يعود بالنفع والخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين. نعم، بلا شك أستاذ سالم، يعني لو تحدثنا أكثر عن مجريات هذه الزيارة، شهدت أيضا توقيع اتفاقيات
ونتحدث هنا بالضرورة عن ما تم التوقيع عليه وهي شراء البحرين لمنظومة البتريوت. هناك العديد أيضا من المحطات الهامة التي شهدتها هذه الزيارة. نتحدث عن توقيت هذه الزيارة بالنسبة أيضا للأحداث العديدة التي تمر بها المنطقة، فأهمية هذه الزيارة من حيث توقيتها. نعم صحيح أخي بسام، اتفاقية شراء منظومة الدفاع الجوي صواريخ باتريوت والتي قال سمو ولي العهد أنها جاءت في الوقت المناسب، هي تأتي في إطار العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين، وهي يعني نقلة مهمة في التعاون الاستراتيجي بينهما، وتأتي في هذا الظرف وهذا الوقت لحماية استدامة التنمية وأمن واستقرار البحرين. فمملكة البحرين تعي أن لا تنمية بلا استقرار، من هذا المنطلق يعني جاء التوقيع على هذه الاتفاقية لشراء منظومة الدفاع، وذلك لرفع جاهزية قوة دفاع البحرين لحماية سيادة وأمن واستقرار البحرين وضمان ديمومة وسيرورة عجلة التنمية فيها. بالنسبة للتوقيت، التوقيت مهم، المنطقة تموج بالعديد من التحديات والتهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وبعض التدخلات من بعض الأطراف الإقليمية في شؤون الدول في محاولة منها لتقويض مفهوم الدولة ونشر الخراب والتدمير في كل مكان، في حين أن العديد من الدول أو الدول الباقية تسعى إلى التنمية وتسارع الوقت لتطوير كافة المجالات والنهوض بالمستويات المعيشية وجميع المجالات بالنسبة لمواطنيها. سمو ولي العهد كانت هذه القضايا في صلب لقاءاته مع فخامة الرئيس الأمريكية وكافة أركان القيادة الأمريكية بطبيعة الحال، وقال إنه يعني موضوع تعزيز الأمن هو مهم جدا في هذه المرحلة، أكد على جملة من الثوابت البحرينية وعلى جهد مملكة البحرين في التعاطي والتعامل مع هذه القضية، أكد أن مملكة البحرين ستظل داعما رئيسيا ومشاركا فاعلا في كافة الجهود التي تسعى للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال مشاركتها الفاعلة والمهمة الحقيقة في مختلف التحالفات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ذلك. وأشير هنا إلى يعني أن مملكة البحرين مشاركة أساسية في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف، وهو يندرج في إطاره 4 محاور: فكري، إعلامي، عسكري والتمويل. فمملكة البحرين في جميع هذه الجوانب فاعلة وتعمل بشكل متواصل على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك أشار إلى نقطة مهمة بالفترة الأخيرة وما حدث من الاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط في الممرات المائية الدولية وفي بحر عمان ومضيق هرمز. نوه سموه إلى دور البحرين في التعاون مع الأشقاء والحلفاء في حماية الممرات المائية وضمان انسيابية التجارة العالمية وتدفق صادرات النفط من هذه المنطقة. تعلم أن عصب الاقتصاد العالمي يعتمد على تدفق النفط من هذه المنطقة وعبر هذه الممرات المائية. مملكة البحرين أكدت أنها يعني شريك فاعل ومهم في هذه الجانب. نعم، يتمثل أيضا هذا الدور البحريني مؤخرا بالانضمام للتحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية. شكرا جزيلا لك أستاذ سالم الشوبكي، رئيس تحرير في مركز الأخبار، شكرا جزيلا على هذه القراءة في زيارة سمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك. نعم، شكرا بسام. شكرا.